لكن سوف نجتازها. السلام عليكم يا شباب، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات الدراجة المستحيلة. إذن على بركة الله نتمم الحلقات. كما تلاحظون هنا لدينا 910 نقطة، إذا فزنا ب100 نقطة على الأقل سوف نكمل 1000 جنيه استرليني ونشتري هذه الدراجة الحمراء التي كنا نحلم بها من زمن البراكين. إذن هذه الدراجة ب1500 غالية الثمن، لا أعلم مميزاتها يا سادة. الهليكوبتر هنا، إذن أتركونا أتركونا وشأننا، سوف نلعب ونعدي بهذه الدراجة الزرقاء. إذن شوفوا المسارات الواعرة هنا، انطلاق اللعبة. اجتازنا كل هذه المراحل معا يا سادة. لمن فاتته الحلقات المقبلة، إذا اقتربنا من إنهاء هذه اللعبة، إذن في الليفل 12 سوف نلعب الآن. الليفل 12 7 دقائق للوصول إلى خط النهاية، تنتظرنا هناك الفتيات. السهم يشير إلى الوراء، يعني لا بد أن نأكل هذه الفقاعة الخضراء. هذه الفقاعة الخضراء ضرورية، إذا أخطأنا سوف نعيد من تلك الفقاعة، إذا سقطنا سوف نعيد من الفقاعة، وإذا لم نأكلها لن نجد خط النهاية، سوف نجد فارغ بدون علامة الفينيش. إذن هذه الأشياء ضرورية. رأيتم سقطنا ولكن لا بأس، لا بأس من السقوط، المهم أكلنا الفقاعة الخضراء. الفقاعة الخضراء يا سادة هي التي تحمينا، هي فقاعة الأمان، هي فقاعة الأمل، هي الفقاعة التي لا بد من أكلها. وشاهدوا هنا صاحب الخدع. لا بأس، كما قلت صاحب الخدع هنا رأسه أصم، يحرك كتفيه عندما يريد الانعطاف، يحرك الكتفين فقط. شوفوا كيف يحرك رأسه، شوفوا شوفوا المسارات هنا واعرة، لكن سوف نجتازها. سقطنا يا سدعة يا شباب، لماذا السقوط؟ هذه المرحلة أخطر مرحلة، ولكن سوف نجتازها. 7 دقائق بقيت منها 5.5 فقط، 5 دقائق، إذا لم نصل سوف نترك هذه اللعبة إلى الأبد. لا، هذه اللعبة خطيرة، نحاول الإسراع ولكن كلما أسرعنا نسقط. هناك الجاذبية في هذه المستويات عالية جدا، يجب توخي الحذر وتوخي الاحتياط، الاحتياطات اللازمة، يجب تعديل الفرامل وتعديل السرعات. شوفوا، الحمد لله، هنا سوف ندخل في هذه الجعبقة، الجعبقة هنا. شوفوا الفرامل القوية، ولكن الحمد لله أكلنا الفقاعة الخضراء. لولا ألطف الله لما سقطنا بدون الرجوع. إذا سقطنا في هذه الدوامة سوف نصل إلى البراكين،